استقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا سامي؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ سعاد. سعاد ازيك؟ الحمد لله تمام. سعاد كم سنه؟ 19. 19 سنه. طيب جميل. سعاد النهارده حلقتنا مفتوحه، عايزه تقولي ايه؟ انا تحت امرك اتفضلي. بصي يا سامي، هو الموضوع طويل شويه ومعلش طول عليه. الموضوع كله ان انا بابايا من حوالي سنه انا اكتشفت ان هو على علاقه بصاحبه ماما، ودي في نفس الوقت جارتنا. اكتشفتي ازاي ان بابا على علاقه بصاحبه ماما؟ هو يعني عارف انت اسامه بابا مثلا هي بتسال عليه كتير جدا، وغير كده مثلا في مواعيد مثلا يعني وقت وجوده من الشغل طبعا صدفه هي مثلا عجبتها مسموع، فبلاقيها مثلا واقفه في البلكونه بتاعتهم بتبص على السرير، وما بيقف مثلا في البلكونه بيبص مثلا على بلكوناتهم كده يعني. وفي الفتره دي هي بدات تيجي عندنا كتير، وبعدين انا يعني عرفت حاجه زي كده، وطبعا ما كانش ينفع ان انا اروح اقول لحد او اقول لوالدتي او اي حاجه. هي الست دي متجوزه؟ متجوزه وعندها اولاد. طبعا انا ما كانش ينفع اقول لوالدتي، كان هيحصل مشاكل كتير، فما كانش ينفع اقول له يعني. فطبعا خليت الموضوع يعني سر جوايا، وطبعا مش فتحت الموضوع مع والدي ولا اي حاجه. بعدها فترة لما انا عرفت والدتي عرفت. والدتك عرفت؟ عرفت من مين؟ لا هي لا يعني شافت مسجز على الفون بتاعه. طبعا هي ما كانتش عارفة هي مين، الا انها كانت يعني بدأت تبعت لها هي مسجات من تليفونه وكده لحد ما عرفت هي مين يعني. فجينا عرفنا وطبعا قطعنا علاقتنا بيها. طبعا انت ما تعرفش الموضوع. طيب باباكي كان موقفه ايه لما عرف، لما والدتك عرفت وكده؟ هو بابايا طبعا قعدنا فتره هو ما كانش بيتكلم خالص معانا، وكان طبعا محبط جدا يعني ان اولاده يعرفوا حاجه زي كده. يعني الموضوع كان ملخبط. طيب خليني اقول لك، باباكي انجرف في العلاقه بجد ولا هي كانت بتحاول تقرب منه وهو يعني لبس اسود زي ما بيقولوا كده؟ لا هو يعني في ناس بترشق من غير ما تدرى. لا هو مش مجرد مثلا يعني في ناس مثلا بتبقى العلاقات الاجتماعيه حميمه جدا، انما ممكن يتكلم معاها مثلا كده، لا انما ده كل حاجه يعني عملوها. يعني عمل معاها علاقه. كل حاجة انت تتخيلها عملوها. يعني جينا يعني مثلا انت عارف مثلا انا بنوتة، وكل مثلا ما يجي حد كده يجي، فبدأت المنطقة يعني ما تعرفش يعرفوا ازاي الموضوع. فهي بدأت تداري الموضوع ده فيا انا. ازاي بدأت يعني تداري فيك؟ يعني بتقول ان انا مثلا على ان انا بحب ابنها وهي مش موافقة عليا، ف ومش عايزين. هو في مثل، في مثل شعبي بيقول كده، هو يمكن مش لطيف شويه فمش هقدر اقوله على الهواء، ان ما معناه ان الست الوحشه عايزه تجيب الوحشه. انت فهمتي خلاص بقى، شكرا كده. شكرا. يعني هي قالت كده، مش قالت بقى ان انا على علاقه بصاحبه ماما، يعني قالت حاجه مش مفهومه، يعني قالت ان انا مثلا بعت لابنها جوابات وكده. طبعا ده يعني هو ناوي نحصل في الزمن ده طبعا، لان انا يعني اسهل حاجه الموبايل موجود والفيسبوك زي ما كنت حضرتك بتتكلم، فمستحيل ان انا مثلا انا هكتب ورقه وابعتها له يعني. المهم ده من جهلها مع الاسف بتقول لك بيبعت لها جوابات قديمه. هي بابا عنده كام سنه؟ بابا عنده حاجه و50. طيب يعني 54. المهم الموضوع في البيت اتصلح ما بين بابا وماما ولا لسه بايظ؟ لا اتصلح، هما حصل ان هما اتطلقوا مرتين. طبعا بسبب الموضوع ده، بس الحمد لله مش
ماشي الحال. بس طبعا انا يعني عارف انت فاهمه اللي هي من كتر كل شويه بتتكلم عليا كل شويه طبعا يحصل مشكله في البيت وده بدا ياثر عليا نفسيا. بصي بقى يا سعاد, بصي من غير ما ناخد الامور بحس, انا عارف موضوع تقيل وغلس جدا, انما تعالي الاول نصالحك على بابا. ليه؟ لانك لو فضلتي حاسه ان سبب الازمه اللي انت فيها دي والدك هو اللي تسبب فيها, هينشا جواكي احساس سلبي تجاه والدك, وانا مش عايز ده يحصل. انا اقول لك على قد ما انا النوع اللي هو بحب والدي اكتر من والدتي كتير. جميل. والدتك ممكن تكون اهملت في نفسها شويه, اهملت في حياتها. تمام, هو انا قلت كده يعني هو والدتي انا كنت بقول لها على فكره ده مش عذر, انا مش بديله العذر, ولكن لا يعني انا هقول لك على حاجه, وانا مش صغيره ومش كبيره في نفس الوقت, بس على قد ما انا يعني ادركت الموضوع لاني ادركت برضه ان والدتي كانت مخطئه في حقه كتير. لا, والراجل ادت الفرصه, والراجل في السن ده لما بتبقى كل الظروف ضده بيمر بحاجه اسمها ازمه منتصف العمر, بيحس ان السجاده اتسحبت من تحت رجله, ان الدنيا جريت, انه ما عاش حياته, انه اشتغل وشقي وتعب, لا لحق ينام ولا لحق ياكل ولا لحق يشرب ولا لحق وبيبص لنفسه في المرايه فجاه بيلاقي نفسه كبر 100 سنه. فاي لفته حب لطيفه او اي عرض فيه كلمتين طراي على قلبه بينشدله بشكل لا تتخيلي. فانا مش بديله العذر, ولكن برضو يعني احاول الطف الامور عندك انت مبدئي. دي اول شق. الشق الثاني المهم بتاع الست اللي قدامكم دي اللي عماله تبوظ سمعتك, محتاجه حد يقف لها واقفه. حلو. المشكله يا سلام ان بابا عارف ان هي بتتكلم, انا كذا مره قلت لهم انا مش بقول لك انت على علاقه بيها او لا, دي حريه شخصيه وانا ما اقدرش اقول لك اعمل كده او كده لان انت والدي وانا ما ينفعش اوجهك. يعني هو انا الصراحه بيني وبين والدي جامده يعني, قلت له انا ما ينفعش اوجهك وانا ماليش ان انا اقول لك لا ينفعش او ده غلط او ده, بس على الاقل خليها ملهاش دعوه بيا. طيب هو هيخليها ازاي ملهاش دعوه بيكي اذا كان هو اساسا ما بيتكلمش معاها؟ مش المفروض العلاقه انتهت؟ لا, ما اللي اتضح بقى كمان هم مش العلاقه انتهت ولا حاجه, ان العلاقه مستمره. طيب والدك قابل ان الست دي اللي هو على علاقه بيها تسوق سمعه بنته؟ المشكله بقى ان انا سالت ماما قال لي طب انت هتقولي ايه ان واحده من الناس بيتكلموا عليها وهي عندها اولاد ومتجوزه وكل حاجه بيقرا عليها كده, طبعا لازم تطلب عذر قدام. طيب بس هو يقدر يوقفها حتى على الاقل, يقدر يقول لها ما تفتحيش بقك على بنتي بكلمه والا هقلب الترابيزه على دماغك, ده لو بيخاف على بنته. ده بقى اللي صدمني جدا, ويعني عارف انت بيقول لي ان لو اي حد تاني هو بيتكلم انا هروح اقطع لسانه, انما هي انا ما اقدرش. هو قال لي يعني ايه اللي يجبرني, يعني ايه اللي مخليني مش قادر, او انا مش شايفه ان الموضوع انت تقدر تقول لها زي ما انت قلت دلوقتي اللي هو انت بنتي مالها, خرجيها بره الموضوع, الموضوع بيني وبينك انا. طب انت ممكن تقولي اي مشكله حصلت بينك وبين زوجتي وخلاص, مش شرط بقى بنتي. تمام. بصي يا بنت الناس, الناس بتبقى عارفه, الناس بتبقى عارفه الكلام بيبقى دايت, في كلام يتصدق وكلام ما يتصدقش, وما تقلقيش قوي ان الكلام ده ممكن يمس سمعتك او يبوظ لك سمعتك, لان الناس بتبقى فاهمه وباين خالص الكلام ده كذب ولا الكلام ده صح, والبنت الكويسه بتبقى اخلاقها باينه من اولها. تمام. هو انا مش قلقانه من الكلام ولا اي حاجه, بس على قد ما انا يعني انا تعبانه جدا, الموضوع ده فعلا اثر فعلا عليا بالسلب جدا, وممكن يخليني مثلا انا ببقى يعني عايزه اتكلم مع حد مش عارفه في الفتره دي. انا مش بحب حد, ما فكرتش ان انا احب حد بعد كده خالص, رغم ان انا ممكن مثلا تلاقيني مثلا ارتبطت او مره, فبس الحمد لله ان انا يعني كسبت الحمد لله. وبعد
بعد كده يعني ناس كتير قوي بتحاول ان هم يتقربوا ليا، وانا مش برضى بحاجه زي كده، هو مش بوافق رغم ان انا مثلا محتاج ان حد يكون معايا برضه يعني. عارف لا بص، عايز اقول لك حاجه، ما تجريش تدوري على حلول في الاماكن الغلط، ما تدوريش على حد يطبطب عليكي ويحاول يهون عليكي مشكلتك وتلاقي نفسك في النهاية وقعتي في مشكلة تانية. القصة عمرها ما هتحل بشكل، القصة انك انت تقفي مع نفسك وقفة راجل، مع بانك بنت بس محتاجة تقفي مع نفسك وقفة راجل. القصة انك تكلمي مع والدك بصراحة، تقول يا بابا دلوقتي انا معرفش حضرتك بتكلمها ولا لا، ولكن الست دي بتسوق سمعتي وانا مش هستحمل انها تسوق سمعتي اكتر من كده، ولو وانا عيلة لو غلط وخبط هتبقى التخبيط جامد، فهتلاقي والدك عشان يوقفك هيبتدي ياخد موقف. دي اول حاجة. تاني حاجة يا بنت الناس، امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشي عدل بمعنى عدل يحتار عدوك فيك. هتمشي عوج وتلف يمين وشمال هتتخبط مليون خبطة، امشي عدل محدش يعرف يعلم عليكي، هتمشي صح. وخليكي متعلقة بربنا قوي، ربنا هيقدر ينصرك قدام الدنيا دي كلها ويبين قدام العالم ده كله مين النظيف ومين اللي مش نظيف.